يا هلا والله وحيا الله كل اللي يشوفونا على قناه روتانا الخليجيه. حلقه جديده واهم شيء انه انطلاقه بدايه اسبوع جديد. ان شاء الله راح ناخذ ونعطي معاكم نستمتع ونشوف ايش الجديد ايش اللي صاير معاكم اولا واخيرا في الويكند واحنا ايش صاير معانا والجديد عشان نبدا من حيث انتهى الاخرون. امسي عليكم بالخير، ناخذ نفس وامسي على الامياء غالب. مساء النور عليك تراد اكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا خليجيه في بدايه حلقه جديده من برنامجكم اليومي ساعه شباب، واللي اكيد بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المتميزه والمتجدده. واكيد اقول لكم ساعه كامله راح نقضيها معاكم بكل حب، مو بس حب اليوم تراد، في حب وهدايا. شيء يعني معتبر، والهدايا هنا تختلف طبعا من شخص للثاني، كيف يحب يهديها، ايش قيمتها، كيف شكلها، والمين يعطيها، وفي اي وقت يعطيها للشخص اللي حاب يهدي له اياها. تفاصيل كثيره صراحه ما تنتهي، وكل واحد يتفنن في اعطاء الهدايا، ودائما بنشوف هذه الاختلافات، لكن حنعرف ايش اللي بيختلف عن من شخص لثاني في هذه الحلقه. اكيد طبعا، مو بس كذا تراد، تختلف الفرحه بين المتلقي للهديه وبين ايضا اللي جايب الهديه. في ناس كثير اعرفهم يحبوا يهدوا بدون اسباب ولا مناسبات، كذا كل ما جاء لبالهم طفشانين يلا نروح نسوي هديه ونهديها لشخص عزيز علينا عشان ندخلهم الفرح والسعاده والسرور على قلوبهم. ومو شرط ترى ابدا ان يكون في سبب او مناسبه لهذه الهديه. ملازم. وفي المقابل اكيد في ناس كثير تحب انها ما تهدي ولكن تنهدي في نفس الوقت. عادي ممكن يهدوا. ساعة شباب على تويتر، هل تفضل انك تهدي الناس الهدايا ولا الناس تهديها لك وليش؟ في ناس فعلا ما هو سؤال عادي، لا ترى في ناس حتقول لك لا انا ما احب، حنعرف ليش من خلال اجوبتكم. اهم شيء هي الاسباب تكون طبعاً موجوده. نروح لاول التغريدات معانا من احمد المحاسن، يقول يحب انه الناس تهدي له هديه وبس كذا والله بدون اي سبب. طبعا ما في احد ممكن يرفض هديه. يعني من البديهيات. غاده الشهر تقول انا عن نفسي افضل اني اهدي الناس الهدايا لان لما انا اهديهم كل شيء بينعكس علي، انا يتقربون مني اكثر وبطلع قدامهم بصوره زينه. حلو يا غاده. نروح ل مصطفى، اوكي حلو حركات التركيبات في الحروف، انك تهدي شخص هديه ويفرح بيها طبعا ويحسسك بغلوتها عنده، دي لوحدها سعاده، ودي وده مش ما يمنعش برضه انه الناس تهديني. ويسعد مساكم مو مساك يا مصطفى. يا جماعه في سبيس، في شيء اسمه سبيس لما نكتبه. مصطفى من الام اللي حاطها حقت العقرب هذه يعني غسلت يدي. ابراهيم ابو خليل حياك الله، يقول شيء جميل انك تهدي وشيء حلو انه تجيك هديه. اهدي لمريض او شخص غالي علي جدا، مو اي احد اهدي له، انا نفسي اهديكم احلى هديه بس مو عارف كيف. يعني احنا نفسنا نعتبرها وصلت، لكن اكيد وصلت يا ابراهيم. بالعكس وصلت والله. بمزح اكيد. ازهار ايش تقول؟ الهديه حلوه مع انه قليل احد يهديني، بس احب اهدي الناس المقربه مني واحب اشوف الفرحه بعيونهم. الله عليك يا ازهار. هذا اللي تقدم السبت عشان تلاقي الاحد. اي على بعض. ازهار. امل صبيه حزران تقول كلاهما تجلب السعاده وتجمل الحياه، لكن من منطلق تهادوا وتحابوا تقديم الهدايا سعاده اكثر من تلقيها، لان العطاء ارتقاء. مع هذا احب ان تقدم لي هديه من الله. عليك يا امل، عجبتني الدخله، لفه طويله. ذكرى تقول اكيد افضل ان الناس تهدي لي لانهم ما راح يلاقون مثلي بالدنيا. لا لا جد، عشان مفلسه دايم فما في ميزانيه تسمح لي اهدي. ومساكم ورد واكيد مساك يا ذكرى. عادي والله، والله بالعكس اللي ما يقدر لا يهدي من جد، لا حد يجي على نفسه، اهم شيء. غيداء تقول انا اهدي، العطاء شعور اجمل من الاخذ، وهذا مو كلام وبس هذه حقيقه. لا لا لا، لازم تفكر يا غيداء في الكلام اللي قلتيه مليون مره وترجعي بخطوات للوراء. حلو العطاء بس حلو انك تلاقي في المقابل طبعا. ولا طبعا ما فيها ولا طبعا، هذا شيء مفروغ منه اكيد، لانه الواحد لما يهدى هديه ترى قديش الواحد يفرق معه وقديش ينبسط، حتى لو ما كان مظهرها قدام الناس، لكن وحتى لو ما اثرت عليه في وقتها ممكن يجي في وقت من الاوقات تفرق مع هذه الهديه، تفرق انه احد اتذكره او افتكره بحاجه. عشان كذا احنا نعطي الهديه للاشخاص عشان نسعدهم. اوقات كثير ناس تختلط عليهم فكره انه يا الله ردت فعله كانت عاديه او ردت فعلها كانت عاديه، ما في كلمه شكر بعض الاحيان، ما في كلمه أيوة شكر بس حتى على الهديه. السالفه فين؟ السالفه احنا نهدي
ونسيب الشخص يتفكر بينه وبين نفسه. احنا ما طبعا ما هي مساله دول او شيء، بالعكس احنا نبغاه ينبسط، لكن كيف الطريقه اللي حينبسط فيها هو شيء راجع له، بس اهم شيء احنا سوينا اللي علينا ونبغى نسعدهم، هذه هي اهم المسألة. طبعا طراد ما حنختلف ابدا في هذا الكلام، ودائما نحن نحب انه نهدي ونحب في المقابل انه ننهدي. يعني طول ما انت راح تشتري، عندنا صار الوضع حقيقي في الفتره الاخيره بين البنات، اعطيها عشان ترد لي في مثلا عيد ميلادات والمناسبات ومناسبات لا 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 ابدا، بالعكس نحن عندنا كذا طراد، واعترف انه البنات يلا خليني اجيب لها في عيد ميلادها عشان هي تردها لي، صار رد الهدايا فاهم، ما صار ابدا لها قيمه او لها معنى بالنهايه. بس انا بالعكس يعني عن نفسي احب اهدي كثير، احب اهدي اهلي كل شيء، كل شيء يشوفه حلو احب اهديهم، وفي المقابل يعني هم مسكينه واضح اني ابغى هديه يعني ما في اي تلميح ابدا لا علمي انه انت تبغى هديه لا ابدا تحية لا 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 بالعكس يعني والله يعني الحمد لله بيهدوني كثير على فكره مو انا اللي لازم تصلحيها عشان لا يبطلوا يهدوكي. بس انا ابغى اسال سؤال اعمق شويه. اي اسال. المشكله نسيت السؤال. الحمد لله. ايش رايك علود نكمل الردود اللي معانا؟ نكمل لما اتذكر. نكمل. نروح لهبه تقول انا افضل اهدي الناس لاني احب اشوف رده فعلهم. حلو. اي عندنا مريم تقول اتذكرته بعد ما حقرا التغريده حنساه، اوكي؟ حتشوفي. بصراحه افضل اهدي نفسي واهلي وحبايبي، لان بعض الناس ما يراعوا الحاله الماديه. الحاله الماديه اتذكرت، يعني للاسف يقيموا محبتك لهم بقيمه الهديه ويدوروا على سعرها كمان. يا الله الله ذكرتيني يا مريم، ماني صدق سؤالي. ذكرتيني يا مريم بناس كثير في حياتي اهم شيء عندهم القيمه حق الهديه مو الهديه نفسها. عبير تقول نفسي احد يهديني شيء لو بسيط، بس ما سبق جاتني هديه، دائما انا اهدي على امل التبادل. ومساكم سعيد لولو طراد، ومساك يا عبير، حلو الكرم والله. حبيت عبير، يلا ان شاء الله حد يهديك في المستقبل. انا ما حعلق. موجه الغدير تقول التهادي التهادي حلو، ولكن احنا نظرة الفرح في عيونه وتصرفات اللي اعطيهم الهدية وتفرحني اكثر من فرحتهم، شعور لا يوصف. هاشتاج تهادي وتحبه. حلو يا موج. دقنا تقول شيء جميل انه اهدي الناس، والاجمل من كذا اللي يعطيني هدايا، شرط بس تكون الهدية تليق بمقام الشخص مو هدية والسلام، ترى الهدية في بعض الاحيان تزعل. فعلا. اي والله اي والله هذا الكويس. احس ادق احد بالكلام. ايوه اللي يكون متابعينا. صرنا جسر تلقي. همسه براء تقول احب الناس تهديني واعشق اهدي الناس، الناس اللي تهديني احس حبهم لي، والناس اللي اهديهم احس سويت شيء حلو لهم، بس احلى شيء اهدي الناس اشوف رده فعلهم. وبطتنا بطت بطتكم. حلو. والبطيخه ايش لونها؟ صحيح. مزون الزهراني تقول كلها سوا ما تفرق اصلا في الاخير هديه، بس احب انا اقدم للناس الهدايا بس تكون عليها القيمه. ويسعد مساكم لميا وطراد، واكيد مساك يا مزون. هاك مزون، هلا والله. روان الاوسي في اخر الردود معانا تقول افضلهم كلهم بالذات اللي يعطوني، امزح اكيد ما فيها مزح، هذه مسحله جد واضح مسحله جدا. ايوه بس الشخص اللي معطينهم هدايا من قبل لازم اهديه ارد الواجب عشان ما يقول بخليه حقت بخيله بخيله. لا ابدا ما انت بخيله يا أبداً روان. لا لا يعني حقيقي ترى الهديه مو بقيمتها ابدا، الهديه لها معاني كثير عند الانسان. يعني ممكن اسال طراد، حسلك انت. اي اسال وابغى بصراحه. ان شاء الله ما حق. لا والله انا اقول لك السؤال هو حقيقه لما تشوفي ناس مرتاحين اوكي ومرتاحين ماديا، هل تعطيهم نفس الهديه للشخص للاشخاص الغير مرتاحين ماديا او حالهم متوسط؟ لا انت سؤالك مو مفهوم ابدا طراد. قصدك انه لا قصدك انه الهديه مثلا ممكن اشتري هديتين لاشخاص مرتاحين او اشخاص من الطبقه المتوسطه نفس الهديه تكون نفس السؤال بالضبط؟ قصدك كذا صح؟ بزيدها بطريقه ثانيه. لا ابدا ما له دخل بين طبقه عاليه او طبقه متوسطه، بالعكس يعني الهديه مو بقيمتها اصلا، وهذا اللي بقوله طراد. الهديه بمعناها يعني مثلا اذا شفت يعني شخص اللي انا راح اهديه ايش قيمته عندي، ايش قدره عندي، بهذا المقدار انا راح اشتري الهديه. أوكي. فهمت؟ أوكي. يعني اذا شخص قريب مني مره وعزيز علي ويعني مره قريب، فاكيد الهديه راح تكون شيء غالي وشيء ثمين، لانه
يعني لي هذا الشخص او يهمني بالضبط، لكن اذا كان الشخص ما يعني لي ابدا، مجرد انه مجامله لازم انت تشتري هديه، فاكيد ما راح تكون، حتكون بقيمتها وقدرها ولكن ما حتكون فيها التفاصيل المهمه زي ما بتكون للشخص الثمين ابدا. ما هي بالطبقات ابدا. انا سالت السؤال هذا عشان بينكم وبين نفسكم تجاوبوا على هذا السؤال وتبداوا تفكروا. كفايه جرح للناس اللي حولنا، بنسمع قصص كثير وبنسمع ردود فعل ونشوف قدام عيننا بعض التفاصيل في حياتنا بنشوفها، يعني بنستاء منها صراحه في تقييم الناس، ليس على مدى قربهم ولكن على مدى ايش عندهم. انت صادق وهذا شيء حقيقي صادق تراد. في فئه كثيره من الناس بتهدي على حسب طبقه الانسان، يعني حقيقي يعني انت ذكرت نقطه جدا مهمه وبنشوفها كثير في مجتمعاتنا، واتمنى انها تنتهي يعني في الفتره القريبه باذن الله. ايش رايك، ايش اخر هديه جاتك؟ والله ما يا والله الحبايب كثير الله يسعدهم. اي ادري الحبايب كثير، ايش اخر هديه؟ بس هذا ما يمنع انه انا تجيني هديه ثانيه يعني غير اللي جاتني الاسبوع اللي فات. يعني ما شاء الله يا جاتني خلاص هديه خلاص ما لا نبغى نعرف ايش جاتك. ما ينفع والله ما ينفع ما كل مو عشان ما تنقال عشان أوكي. عشان ما ابغى ابين من العين. لا ما ابغى ابين ايش من العين. والله لا انا بقول لك جاتني الاسبوع اللي فات بس ما ابغى اقول عشان لا تنعرف ايش الهديه اللي جاتني لانه يعني يس اوكي والهديه تختلف طبعا طبعا اكيد يعني هي اهم شيء مين الشخص اللي مرسل الهديه بالنهايه. انا ما افتكر عيد ميلادي قريب الناس ما شاء الله ما قصرت. لا لا عيد ميلادي قبل شهرين كان مره عدى لي فتره احنا اذا قعدنا راح نتضارب انا وطراد. مكملين بفقرات حلقه اليوم، حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. وفكروا بين نفسكم متى اخر هديه جاتكم. فلوس وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة المواهب الشابة واللي بنبرز فيها أصحاب المواهب والإبداع اللي يقدموها أصحابهم. أكيد ضيفتنا اليوم وقعت في حب الفن التشكيلي بشكل عام منذ نعومة الأظافر، ويعني أبدعت وحاولت تخرج عن النطاق المألوف. هنعرف أكثر من خلال التقرير وبعد كده نتعرف أكثر مع ضيفتنا. فاضل فنانة تشكيلية سعودية في 18 من عمرها، عشقها وغرامها للزي والتراث السعودي جعلها تختاره ليكون عنوانا لمعرضها الأول فن التراث السعودي، لنشر المعرفة عن جمال الزي السعودي بطريقة مبتكرة أذهلت الحضور. فكرتها كانت انه ليه ما ندمج حضارتين مختلفتين تماما، يعني الناس دائما لما تنظر للوحات هذه تعرف على انها لوحات اجنبيه بالدرجه الاولى، بس هي حبت انها تضيف العنصر العربي وبالذات السعودي علشان تعرف الناس بالتفاصيل الدقيقه الموجوده في الملابس السعوديه في التراديشن في الاشياء هذه. اصلا عشان تتعلم ترسم دائما ملمه ومطلعه على الرسامين السابقين عشان يعني تاخذ منهم انسبريشن والاشياء هذه. فالظاهر وفعلا يعني مثلا احد الرسامين هنا بعض الاحيان نطلق لقبه عليها هي من كثر ما هي ملمه باعماله والاشياء هذه. فغير كذا مارلين مونرو برضه من الشخصيات اللي انا وهي نحبها، فهي اخذت كل الشخصيات اللي الناس تكون عارفتها وفي نفس الوقت هي تحبها. شكسبير وليناردو دافنشي وغيرها من الأعمال واللوحات الزيتية العالمية بطابع سعودي، لنرى بابلو بيكاسيو يرتدي العمة والسدرية الحجازية والموناليزا بالزي البدوي، والفنانة العالمية مارلين مورنو وهي تتألق بالزبون والمحرمة والمدورة الحجازية.
الوطنية إحساس رائع، وأي طالبة يكون عندها وطنية هي قدوة للآخرين. الإحساس أنه في عنا شيء كتير مهم وعظيم نفتخر فيه ونقدمه للآخرين وللمجتمع، شيء جدا مهم وبيأثر على الطالبات الآخرين. فلما هي تحاول تورجيهم أنه الكالتشر تبعنا والمبادئ تبعيتنا بهي الطريقه، هذا شيء جدا مؤثر. اعمال مره يعني فيها شيء ابداعي، انها اخذت لوحات معروفه وناس معروفين وحطت فيها الزي السعودي والثقافه السعوديه، وفي اشياء احنا ما كنا نعرفها، في مناطق احنا ما كنا نعرف كيف لبسهم، فعرفتنا بالموضوع بطريقه مره حلوه. وتوسط المعرض بورتري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ملك الحزم والعزم. لساعة شباب غادة الشاطبي جدا. من خلال هذه الجماليات في الدمج بين ثقافتين زي ما عرفنا من خلال هذا التقرير، إكليل فاضل أو إكليل فوخ حياك الله معنا في ساعة شباب، حنعرف سالفة الاسم الآن. شكراً. مشرفتنا إكليل، ومن خلال التقرير اللي تابعناه عن أول معرض شخصي لك، حابين نتعرف أكثر على جانب الفن التشكيلي عندك. أنا أميل للفن الكلاسيكي اللي هو الفاين أرت، وأكثر شيء أميل له هو فن البورتري زي ما أنتم شايفين على اللوحة. حلو. اللي هي الوجيهة ولا إيه. طيب وبالنسبة لاسمك إكليل فوخ؟ أنا أمي كده تسميني إنه يعني فوخ نسبة لفانغوخ، فينسنت فانغوخ إكليل فوخ. أوكي. فهم لقبوك بهذا الشيء بحكم بسبب دمجها بين الحضارتين المختلفتين، فيبوا يدمجوا كمان الاسم. حبيت صحيح. الفكرة حلو. طب المعرض كمان كان يحمل فكرة واضحة وجدا مميزة بين هذا الدمج. أبغى أعرف بس هدفك الأساسي من تدمجي حضارتين، هل بس بالتعريف بالحضارات السعودية الموجودة هنا من جميع مناطق المملكة وغيرها، ولا تبي توصلي حاجة من خلال هذا الدمج؟ أنا هدفي الأساسي هو أني أنشر المعرفة عن جمال التراث السعودي، وبنفس الوقت بعلم الناس عن لوحات وشخصيات مشهورة مهمة. فبيصير الحضارتين بدمجهم مع بعض وبعلمهم عن الحضارتين. حلو. طب حلو، يعني شيء مهم انه فن غريب والاول مره نشوفه، انه كيف انت تعتبري يمكن اول فنانه تشكيليه فكرت وجابت هذه الفكره، فنبغى نعرف كيف لقيتي ردود افعال الناس اول ما شافوا اللوحات. فنانين عالميين بتلبسيهم ملابس حجازيه وملابس بدويه، فايش كانت اغلب ردود الافعال اللي جاتك، ونبغى نعرف بالضبط من فين استوحيت الفكره؟ ردود الافعال غالبيتها كانت الحمد لله ايجابيه، وكثير لاقت اعجاب الناس. في بعض الناس ما عجبهم، قالوا ليش ما عجبهم؟ انه يعني لا تدمجي حضارتين مختلفتين في بعض، يعني لو كنت تبي تتكلم عن التراث السعودي فلبسيها لاشخاص سعوديين. يعني نسبه قليله جدا. كان ردة فعلك وقتها؟ طبعا اتقبل الفكره، ما عندي اي مشكله. يعني فكره جديده. بالنسبه لمن فين استوحيت الفكره، كنت في مره قبل 3 سنين كده في متحف هنا في جده، وكان المتحف مسوي غرف صغيرة كل غرفة تمثل مدينة معينة. المدينة هذه فيها اللباس التراثي حقها، لما شفت جمالها صراحة أنا استغربت لأن أول مرة أعرف عن ده الشيء، فخلاص من بعدها قلت لازم وجبت فنانين عالميين. مع كامل احترامي للناس اللي ما عجبهم وما ناسبهم وجهات نظرهم، كمل لانه اللي بتسويه مو بس جميل، جدا مميز. يعني لما دخلت بلوحة مارلين مونرو هي لابسة لبس الحجازي، احنا ما بنشوف هذا الشيء دائما، ودائما لو شفناه حنشوفه فوتوشوب. شفنا صحيح. صور فوتوشوب كثيره موجوده على الانترنت بكيف بيحطوا حضارتين على بعض، لكن ممكن عشانك بترسمي وهذا شيء اعمق، ويعني في حتى ممكن انت تجردي حاجات معينه من الشخصيه وتضيفي لها حاجات، هذا شيء جدا جميل ومدروس الفكره بشكل اجمل. بس هل نظامك في حياتك الفنيه كله مبني على هذا الدمج او التميز او انك تخلقي اجواء مختلفه عن الطبيعه، ولا هذه اول مره انت تعمليها؟ لا، هذه اول مره. هي اساسا كانت فكره مشروع تخرجي، هو جزء المعرض يعني جزء منه. حلو. وفي حياتك الخاصه؟
هل انت كده تحبي تدمجي الاشياء وتسوي اشياء غريبه ولا؟ ايوه يعني بس يعني فكره اني ادمج التراث مع شخصيات عالميه هذه اول مره. طب كليل يعني تتكلمنا لبعدين المستقبل الحاضر، هل عندك نيه انك تطوري من نفسك في هذا المجال وتختلقي افكار جديده ممكن تبهر الناس وتبهر المجتمع وتكوني انت رائده هذه الافكار، ولا حابه انه مثلا تتخصص في مجال ثاني بعيد تمام البعد؟ لا ان شاء الله ناويه اكمل دراساتي في الفنون الجميله في ايطاليا اكاديميه، صير أطور نفسي يعني بشكل كبير وأدرس تحت المدرسين الكبار يعني الفنانين الكبار. حلو، يعني بعد ما رسمتي دافنشي بالثوب الحجازي البدوي يعني ما احكي لك، عارفه حقيقي جميله الثوب الشتوي اللي هو الثقيل، اي البشت الثقيل ومرنين بالزي الحجازي اللطيفه، واحسن احنا نفهم اللون شعرها ولا يعني ملامح وجهها، وفي كمان صور كثير بضيف في الملابس منطقة عسير وغيرها من اللي شفناها. أنا أحب ألامس دائما النقاط الإنسانية أو النفسية اللي الواحد يعيشها، في البداية خلينا نكون واقعيين يعني لو رجعنا شوي خطوتين ورا، ما كنت واثقة من نفسك الثقة الكاملة إكليل. يعني الواحد يشوفه يقول أوه هذه شكلها داخلة وهي عارفة إيش بتسوي وعملت، ما حد يعرف إيش الخطوات الصعبة اللي أنت مريتي فيها عشان توصل إلى هذه المرحلة. ايش الشيء اللي خلاك لا انا عارفه ايش ابغى اسوي، وصلت لهذه النقطه وقلتي انا حابدا في هذا المشروع وحابدا في هذه الافكار او حكون واثقه من نفسي؟ اول شيء يعني كنت زي ما قلت كنت ارسم واسيب الرسم لنفسي، ما كنت اوريها للناس كثير غير تقريبا اهلي. اوكي. بعدين لما بدات اوريها لصاحباتي يعني كانوا دائما يشجعوني ويقولوا لي يعني ليه ما تورينا؟ ورينا ارسلي لنا ايش سويتي اخر شيء جديد، وكان دائما تشجيعهم عالي لي. حلو. بعد كده يعني ما اعرف انا اذا عادي اتكلم في هذا الموضوع، بس هو انه دخلته في مشروع تخرجي، فهو اللي غصبني اني لازم يعني اشتغل عليه. الناس يشوفوا شغلك. ايوه بالضبط، يعني لازم، فهو هذا الشيء اللي اعطاني. يعني مشروع التخرج هو اعطاك الدافع. ايوه بالضبط. والتكمله اللي صارت بسبب رده فعل الناس الجيده. بالضبط. حلو حلو. حقيقه كليل نحن فخورين جدا بوجودك معنا، وبعرف يعني المعارض اول معرض سويتيه بعمر صغير وكان في اكثر لوحات كثيره عشان يشوفوها الناس ويستمتعوا بجمال هذه اللوحات. في معارض جايه قدام لك ان شاء الله ولا لا؟ ايوه ان شاء الله، كل فتره حاشتغل على فكره معينه ومجموعه لوحات معينه ونهايتها ان شاء الله اسوي لها معرض. حلو. ما في معرض قريب يعني؟ لا حاليا لا، يعني دوبي لسه الخميس خلصت من المعرض فان شاء الله. بس انا ابغى اعرف يعني طيب حاضر، كنت ابغى اعرف بس مساله الوقت اللي اخذتيه من اوكي الوقت اللي اخذتيه في رسم اللوح، انت قلتي لي قبل تحت الهواء 20 ساعه تقريبا للوحه الواحده. ايوه تقريبا. في خلال قد ايش انتهيت منها كلها وكم كان عدد اللوح؟ خلال 5 شهور 12 لوحه. 12 لوحه اوف. أيوه. ما هي مساله بسيطه، بس عشان انت مخمختي واخذتي مزاج عالي يعني فيها، يعني قعدتي يعني ممكن كان تضغطي نفسك وتخلصيها في اقل، صح ولا لا؟ ايوه بس لاني يعني بدرس كمان ف عشان كذا. ايوه أوكي. لازم اساوي بينهم. اوكي هذا الشيء. انا اكثر شيء طراد واكيد احبه في الفن انه الفن رساله، وقالها بابلو بيكاسو، فايش الرساله الجايه اللي انك اللي حابه انك توجهيها في عرضك الجاي؟ والله صراحه ما فكرت لسه ما فكرت أيوة لانه هي اكيد فكره حتجيني كذا فجاه يعني. بس ان شاء الله يعني تكون رساله هادفه ومفيده. اعتقد في احد الرسائل اللي هي تبي توصلها انه في ابعاد كثير احنا ما بنشوفها ممكن من خلال الفن بتوصل، زي ما عملتي في الدمج اللي حصل بين الثقافتين. هي انا سعيد جدا ان يعني اول شيء وجودك انك شرفتينا، وثاني حاجه اني شفت حاجه ببعد مختلف. يعطيك العافيه. اكيد نتمنى لك اكليل فاضل كل التوفيق في هذا المجال، وانت مبدعه حقيقي مبدعه. اكليل فوق اكليل فوق ما حننسى هذا الاسم. حنكمل معاكم في ساعه شباب بكثير من التفاصيل، لسه عندنا اخبار وسوالف حناخذ ونعطي فيها بعد الفاصل، راجعين. وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والنوعات، والأكيد بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. ونبدأ بموسكو العاصمة الروسية اللي حصل فيها أكثر الأحداث غرابة وطرافة، لأنه أوكي هي كثير المواقف هذه تحصل، ولكن يعني الكاميرات اللي رصدت هذا الموقف حقيقي أظهرته بشكل مضحك، اللي أقدم سائق سيارة على اقتحام مركز للتسوق في هذه العاصمة الروسية
واللي كان قائدها بسرعة جنونية. خلينا نشوف الفيديو أقول لكم اللي ظهرت في هذا طبعا المقطع. السائق هو يقود سيارته الفارهة بطريقة جنونية بشكل مو طبيعي. ما أدري وين راح يا أبو الشباب، وين يعني خلصت الأماكن وراح في الممرات وقاعد يخمس ويقحوص على قولهم. بيت ابوي ما حد. المصيبه اللي يضحك طلعت انا شايف السكيورتيز يبي يمسكوه وما حد قادر يمسكوه. يسووا قاعد يمشي هذا. طبعا لحسن الحظ ما كان في زوار هذا الوقت، لان الموظفين الامن يعني اعلنوا السياره اقتحمت عفوا المركز وصاروا يجروا وراها. يعني اكلك منين يا بطه؟ ما عارفين فين ياخذوها. طبعا ما باليد حيله وسوى ما بدلوا، ومن الامور اللي ما نشوفها كل يوم. من جد يعني انا اتوقع انهم كانوا متحديين تحدي فسووا هذا التحدي واقتحم مركز تجاري وفصل دخل بسيارته وقاعد يخمس. كان اخذني لفه معه. عموما مشاهدينا ننتقل من الاخبار الغريبه اللي نسمع عنها دائما لخبر ممكن تصدموا كثير فيه. يقول 200 مليون مستخدم يومي لستوري الانستغرام، واعلنت شركه فيسبوك عن وصول عدد المستخدمين النشطين لميزه الستوري الموجوده في تطبيق الانستغرام المستنسخة من تطبيق سناب شات، وطبعا كلنا عارفين هذا الموضوع. قرابة 200 مليون مستخدم نشط يوميا، وذلك بعد مرور 8 أشهر على إطلاق هذه الخدمة. وطبعا جاوز الإنستغرام عدد المستخدمين النشطين لتطبيق سناب شات، والذي يقدر عددهم ب 160 مليون مستخدم نشط يوميا. وبهذه المناسبة أطلق إنستغرام تحديثا لمجموعة من الأدوات الجديدة مثل ملصقات السيلفي مع إمكانية تثبيت هذه الملصقات على فيديوهات الستوري والقصص، كما أضاف ملصقات جغرافية لدول جديدة، وما زال التطبيق يتوسع في إضافته. يعني أنا ماني مصدقة أنه المستخدمين النشطين للستوري الموجود على إنستغرام وصل عددهم 200 مليون مستخدم، بينما المستخدمين لسناب شات 160 مليون مستخدم. فهمت؟ اوكي انا حسب في يعني تجاوز العدد. لا تجاوزوا سناب شات. يعني هل من الممكن ان ستوري انستغرام يحطم او الناس تبعد عن سناب شات في النهايه؟ بس يعني هم كيف حسبوا يعني هذا لايف انستغرام أيوة. وهذه فيديوهات سناب شات، هم حسبوا المدة؟ لا مو لايف، في ستوري. قصدك الستوري الموجود القصص الموجوده بانستغرام. اوكي اتخيل يوميا 200 مليون مستخدم يوميا. اسمع لو كان اللايف اوكي، بس من الطبيعي لانه احنا اصلا ايش بنسوي؟ بنصور سناب شات وبناخذها على الستوري حق الانستغرام. انستغرام ما بنصور نفس الكلام من جديد. سناب شات في فلاتر، في اوبشن زياده، في حاجات احنا متعودين عليها، في ايموجي احنا عاملينه بشخصياتنا فناخذه نحفظه ننزله بعد كده على تطبيق الانستغرام. ممكن هذه النقطه الوحيده اللي ما هو متقدم فيها انستغرام على السناب شات. اي بس صراحه الاعداد تثبت هنا. أيوة يعني ممكن السناب شات لازم يخافوا في النهايه. لانه انستغرام ممكن خلاص تحطم سناب شات. ممكن بس الى الان ما في فلاتر. تصوري من غير فلتر؟ تبغى فلتر اهم شيء الفلاتر. بالضبط لازم. اي من جد. اوكي بس الملصقات ما تكفي عنود، والله جربتها ما لازم فلاتر. كيف بنصير حلوين على سناب شات؟ فلاتر وقتها خير ان شاء الله، نشوف ايش حيسووا، بس حيكون ضغط على السيرفرات حقتهم. عموما من الاحداث التقنيه والتكنولوجيه اللي بنشوفها كل يوم اللي ما تنتهي الى حدث واقعي يعني في ارض الواقع. موظف بدوام كامل لتوسيع أحذية الملكة إليزابيث. نعمل سكيب للخبر ولا نقوله؟ طيب هذا الوقت اللي يولي فيه البريطانيين احترام والحب للملكة إليزابيث، أعلن القصر أحدث الوظائف الخاصة بالملكة. إيش اللي صار؟ ماني فاهمة إيش الخبر. دحين أقول لك. يقول لك مسمى وظيفي جديد أحذية الملكة، طبعا مسمى وظيفي جديد شاغر حاليا وفقا للبروتوكولات المتبعة في القصر الملكي. تعين الملكة شخصا يمشي في أروقة القصر كل ما اشترت زوج جديد من الأحذية عشان تمنع البثور أو أنها تظهر بثور في أقدامها. لكن على الرغم من روعة الشعور بارتداء زوج من الأحذية الجلدية اللي يصل ثمنها بعض الأوقات إلى 1000 جنيه استرليني، لازم يكون مقاس رجولك 37 على الأقل. يعني عشان تصير ملين لأحذية الملكة إليزابيث أكرمكم الله. أيه. وخلصت الوظائف، خلصت المهن، يعني نحن دشرينا أحذية جديد. احنا نلينها بالله، احنا نقعد نستمتع بتلينها.
والله ولكن يعني ما نخلي احد يلبسه غيرنا، نحن هو شيء جديد لازم نحن اللي نلبسه، ولا ما حد يلبسه غيرنا كده ثقيله عشان هذا ولا اي حاجه، بالعكس. لا لا حقيقي يعني بتفوت يعني عليها الملكه اليزابيث متعه رائعه نشوف يعني الصراحه. مؤمن لخبرنا الاخير موجود معي اليوم لمبتعث، ايش بيسوي؟ بيقدم دورات لتعليم الخط العربي للأمريكيين. تخيل معايا طراد يقول ثلاث ساعات كانت كفيلة بتعليم أكثر من 20 طالب وطالبة أمريكيين أساسيات الخط العربي على يد مبتعث سعودي في قسم التربية الفنية في جامعة فورت هيز بولاية كانساس، وفي ورشة عمل فنية للتعريف بالخط العربي قدم الطالب عبد الكريم خواجي نبذة تاريخية عن تاريخ الخط العربي وتطوره وتنوعه على مر العصور، بالإضافة للتعريف بأدواته وطرق كتابته قبل أن ينتقل إلى التدريب العملي لأكثر من 20 طالب، وحيث أبدت إدارة قسم التربية الفنية إعجابها بما قدم الخطاط السعودي الخواجي الذي يحظى بموهبة رائعة في مجال الخط العربي، وأيضا قدم صورة جميلة عن هذا الفن العربي الأصيل. وهذا صراحة اللي نقول عليه نشر ثقافات ونشر حضارات مختلفة بين دول العالم. فخورين جدا بعمل المبتعث السعودي وطريقة نقل الفن السعودي وأكيد الفن العربي بين دول العالم، ويخلي الناس كثير يحبوا هذا الفن طراد. ونشر رسالة مهمة جدا أن اللغة العربية يعني إيش فيها من جماليات وإيش فيها من خطوط. صحيح. وأيضا يعني بيرفع اسمنا بشكل جميل، يعني في الأخير هو بيمثل البلاد العربية كلها والدول العربية كلها. شكرا له بشكل كبير يعني من أعماق القلب، لأنه هذه هي فعلا اللي الواحد اللي يمثل وطنه ويمثل بلاده ويمثل دينه بشكل جدا جيد. إحنا طبعا اليوم يعني حلقة فنية بحتة بنستمتع فيها، من فنون الهدايا اللي بدأنا فيها بداية الحلقة وفنون الأخبار إلى فنون الضيوف اللي بنستمتع فيها، فن مختلف في الفقرة الجاية. جاهزة رمية صح؟ أكيد جاهزة. حنطلع فاصل قصير نرجع لكم بعد الفاصل. دريتي عن المبلغ اللي بياخده لصاحب الملين الأحذية؟ دريت وسمعت ناس يقولوا حيسوى عملية صغيرة 25 ألف جنيه استرليني ممكن يسوى عملية بها عشان يصغر جهود يصير أنا عايش ولا أعرفكم. ما كان عاجبك الخبر؟ معلي شوية ما عجبني بس الحين صار النفوس تغير، الفلوس تغير. المهم احنا أخيرا اعترفت. وصلنا لهذه الفقرة الأخيرة في ساعة شباب، طبعا فقرة فيها هوايات وكثير من الأمور اللي بنستمتع بوجودها. أكيد. مع ضيفنا اليوم اختار أحد أنواع فنون الرسم اللي يحمل طابع خاص وقليل جدا ونادر جدا من يتقنوا هذا الفن، ألا وهو رسم الكاريكاتير. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الموجود معنا اليوم مازن الرمال رسام الكاريكاتير. يا هلا فيك معنا في ساعة شباب. يا هلا بك. شرفتنا. كيف حالك يا مازن؟ إن شاء الله طيب. الله يعطيك العافية. طيب أبغى أعرف بس، دائما اختيارات الناس أو اختيارات كل شخص مبنية على حاجات مهمة في حياته، على ركائز، على نقاط، على تجارب، أوقات ومواقف، وأكيد على مبنية على الهواية اللي عند الشخص إذا كانت متعددة. ليش بالذات اخترت الرسم الكاريكاتيري دون على بقية أنواع الفنون أو الرسوم؟ أنا اشتغلت في كل الطيف الكبير هذا من الأعمال، فالكاريكاتير كان له كذا مأخذ الساخر الجميل، هو اللي مميز، يمثل جزء. صحيح. من شخصيتك. نعم. تقصد؟ ممكن أوكي. بس الحقيقة أنا الطيف الكبير هذا كان أنسب شيء لي الكاريكاتير معه. أوكي. طب نبي نعرف يعني مين أعطاك الدافع وشجعك على استمرار في هذا الفن ورغم اكتشافه لك من بدري؟ كان والدي رحمة الله عليه هو الشخص اللي وفر لي وزودني بكل ما يمكن. بعد كذا طبعا الأهل المدرسين كمان يعني طبعاً أنا طبعاً. أدين لهم بفضل كبير في مدرسة التربية الفنية، وهذا اللي خلاني أنا أصير مدرسة التربية الفنية. طبعاً وجه تحية لمدرسة التربية الفنية، ما أنسى أستاذ أمير أمين برضو من الناس اللي دعموني وقتها. سبحان الله في شخصيات في حياتنا ما نقدر ننساهم لأنه فعلاً أعطونا دفعة ولو بكلمة بسيطة هي اللي تفرق في حياتنا كاملة. أبغى أعرف بس يعني أنت تشوف هذا النوع من الرسم يعطي فعلاً مساحة
في حرية التعبير، خصوصا انه انت يعني محدد حضرتك في رسم البورتري الوجيه، نعم. ما هي احداث او شيء زي باقي الرسام، نعم، الكاريكاتير، نعم. فكيف بيعطيك هذه المساحة؟ المساحة هذه انك انت تتخلص من النسب والتناسب والمقاييس الاكاديمية في الرسم. أوكي. ما التزم بالقاعدة، لكن في النهاية بنطلع بنتيجة جميلة. حتى ردات الفعل وايد اكثر جدا، ردات الفعل اللي بستلمها فيما بعد هي امتع شيء في موضوع الرسم، تكون نتائج مرضية للاشخاص ترسمهم. طب كمان انت متعاون مع عدد من الجهات والصحف اللي بتقدم فيها اعمالك، نعم. بسألك، نعم. هل بترى انه هذه المنابر هي كافيه نقدر نقول لايصال الفن اللي انت جالس بتقدمه؟ في وقتها كانت كافيه، اليوم مع الميديا الجديده ووسائل التواصل الاجتماعي بنحاول نواكب كمان اكبر واكبر، لا شك. متعب الموضوع ساره جدا جدا بعد السوشيال ميديا، جدا يبغالك تخصص دراسه للسوشيال ميديا عشان تقدر هذا اللي حاصل فعلا، دور متخصصه فيها بتكون بالامر. ايوه، بس لا يمنع انه الا ما يكون ساعدت بشكل بسيط يعني. نعم. طيب ابغى اعرف، في اشخاص كثيرين من وجهه نظرهم بيرسموا الكاريكاتير في السعوديه، يعني هل هم عددهم هل يعني المفروض انهم يعتبروا عددهم كويس، ولا لسه احنا ينقصنا الكثير من رسامين الكاريكاتير المحترفين اللي بيوصلوا الرساله بشكل صحيح؟ شوف، فيه موجود، فيه مجموعة كبيرة من الرسامين، وفيه متسع انه كمان يكون معنا. يعني انا الحقيقة اشيد باسماء كثيرة من الفنانين الموجودين ولهم علامات واضحة، ونتمنى وفيه متسع كبير انه الواحد كمان يدخل في السلم. هو في ناس كثير، بس تعرف الفن هذا يبغى له ذكاء في طريقة الرسم، في طريقة إيصال المعلومة ورسالة الرسالة حتى الهنت اللي بتوصل من خلال تعبير الوجه. يعني أبسط حاجة إنك أنت تاخذ يعني خلينا نقول لك شكل من أشكال الوجه وتحاول تبالغ فيه، ترى شعره بين إنه يطلع مضبوط عشان يشابه الشكل الحقيقي، وشعره بين إنه تخبص الرسمة بأكملها، فما هو شيء بسيط. هو مبني على دراسة في النهاية، تشريح وسمات الوجه والنسبة والتناسب، لكن في النهاية روح الشخصية اللي بتطلع. صحيح. وأنت ذكرت عن كمان قبل الهوى تكلمنا عن نوعين لفن الكاريكاتير، فريت تذكر لنا هم. الفن الأول هو اللي يتكلم عن الأحداث اليومية فبيعلق عنها وبيعبر عنها بطريقة جميلة، عبد الله جابر من المبدعين في الموضوع. أكيد نوجه له تحية. تقصد الأحداث السياسية والاجتماعية اللي بنعيشها يوميا في الجرائد، الأحداث اليوم، نعم. وخالد وخميسي ويونيمت، مجموعة كبيرة طبعا معروفين. أكيد أعلام. نجي في رسم البورتريه، يعني الآن في السعودية اللي بارز ما شاء الله علي جيلان، ممتاز جدا عمله، ونتمنى وفي متسع لكل المجموعة كبيرة من الأخوان. والنوع الثاني؟ النوع الثاني اللي هو رسم الكاريكاتير اللي البورتريه الكرتوني. الكرتوني حلو مرة، أنا صراحة ما أحبه، ما أعرف ليش طلعوني شخصية ثانية أنا ما أحبه. بس بسألك مازن، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة، خصوصا صار عليكم ضغط جدا عالي مع ظهور السوشيال ميديا، نعم. فإيش بتحاول تسوي عشان تدخل هذه الساحة الجديدة؟ هل فكرت أنك تعرض صورك على السوشيال ميديا؟ بتحاول أنك تقدم دورات لشباب مبتدئين حابين أنهم يتعلموا هذا الفن ولا لا؟ لا شك أن المعرفة، أنا أحب من الناس اللي يحب يشيع المعرفة هذه، ففي عندي إن شاء الله خطوات جاية مستقبلا، بأستغل المنصات الإعلامية هذه اللي إنستغرام تويتر. طب نعم، وإحنا نسألك مازن، خلينا نشوف، أنت قلت بترسم قبل الهواء صحيح؟ بس أنا من أول يعني راح يسعدني جدا. فما اعرف ايش كنت بترسم. اللي انا احبه رسم الوجه. اوكي، أكيد. أوكي. نبدا فيها. عاد لم تعشق الرسم الكاريكاتير خصوصا بالوجه. ابدا معاكي، بس تديني جانب من وجهك عشان اقدر انه يا اوكي. هذا البوز كويس. البوز جيد. البوز. البوز جيد، نعم. اوكي، فنبدا في رسم ملامس الملامح، وبشكل تبدا اول حاجه تبدأ أول حاجة ب خلينا نقول تدويرة الوجه، صحيح؟ يس، نعم، الهيكل العام للوجه. أوكي، تبغى نشوفها طبعاً. وبعدين نبدأ طبعاً. أنا بعمل سكتش. بالعكس. ليديز فيرست. إي ليديز فيرست، الله عليك بالضبط. عمليات المبالغة بتصير أثناء السكتش الأول. يبغى ميوزك، إحنا في حيكون ميوزك صح؟ عشان نحس بالإنسبريشن العالي. هذا طبعا اللي مرسام ولا فحم؟ اللي معايا الحقيقه اريح من المرسام، هو جرافايت. اوكي، جرافايت، اصبع جرافايت. اوكي، ممتاز. جرافايت اسمه. جرافايت، نعم. بعمل السكتش الاول وبعدين ابدا احبر. حلو، بالحبر. ايوه، بالحبر. فهنا تبدا عمليه المفاجاه، انه يدون نو ايش اللي صاير. ما حوري، المفروض ما حد يشوف. ايوه، لا توريها، انا بساعدك في الله. انا اشوفها اول. انت تعطيني سمات معينه؟ لا بساعدك فك القلم، بس انا ابدا ما لي شغل. شوف، لا حد يشوف مازن الا انا والوحده. اوكي، حاضر، عشان انا اعرضها ان شاء الله. تكرم.
وعلى حسب إذا أعجبتني ولا لا. أنا الحقيقة يعني سوفر الحمد لله إلى الآن المنتج اللي بيطلع معي بيطلع جميل إن شاء الله. أتمنى أنه هذه المرة كمان يكون. لا تعرف إيش أكثر شيء متعب لما تكون كذا صنم. ريلاكس ريلاكس ما لا عادي ما يبغى الكاريكاتير أعتقد أبسط. الكاريكاتير أنا بأخذ السمات اللي موجودة أو الشخصية يعني ما بدور البوز حقت صورة. طيب احنا طبعا قبل ما نخلص الرسمة نشوف بعض الصور اللي ممكن نشوفها للفنان مازن الرمال. طيب هذه احد الصور اللي رسمها للشخصيات المتواجدين في نفس الحدث. كم تاخذ منك الرسمة مازن؟ تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق لازم نعجل عشان ما عندنا الا اقل من 5 دقائق. طيب حاضر. اوكي والله شخصيات كثير. كيف بيكونوا سعيدين الناس بخروجهم بهذه التجربه ولا اللي لمسته؟ الحمد لله الحمد لله فيه انطباعات جميله جدا. كان نفسي تبدا مع تراد. خلاص كذا بدا تراد بدا بدا خلاص. هو هذا الفنان مغني اكيد معروف بس انا ما يحضرني اسمه. اوكي والله في شخصيات كثير. هذا حدث قريب صار صحيح؟ اي نعم كان في مناسبة في تنشيط ترفيهي في السكوير. كان ايش اسمه؟ في الفود كورت سكوير. فود كورت سكوير الحدث الترفيهي عمل يعني اضافة واثراء انك تضيف معك هذا صور اللاعب محمد نور اكيد. وهنا فيها طابع سياسي شوية. اوكي مع التلوين تاخذ منك لا يغشوا منك. مع التلوين كم ياخذ منك؟ كم تاخذ منك الرسم؟ لا التلوين الحقيقه والعمل الان اللي انا انجزه عباره عن سكتش. لكن كمنجز كاريكاتير ات ويل تيك سم تايم احيانا توصل الى 4 ساعات. اوكي كان تحدي اللي كنت عشان ليش اسال؟ لانه الناس اوقات لا تغش الناس تستهون اوقات الكاريكاتير وما يعرف انه فن وما يعرف انه دراسه وما يعرف انه اوقات ياخذ منك يعني على قولك بعد وتقسيم لملامح الوجه. فهذا شيء واحدة من الأمور المهمة جدا. الدراسة تتطلب أكثر من الكاريكاتير من أصعب أنواع الرسم. أنا لا ما أتفق معك. ألا أنا أعتقد أنه بسيط لو فهمناه صح. من السهل الممتنع على فكرة. السهل الممتنع هو لابد يبنى على شيء معرفي قبله. إي طبعا. ففي النهاية توصل تصير سهلة بالنسبة لك. بعكس الثاني الرسومات الثانية يبغى لها لا يعني إذا كان بورتريه اللي هو الرسم العادي بالمرسام ولا بالفحم يبغى لك لا برضه تضبط المساحات الأبعاد. هذه اعتقد طبعاً. لو غلط لو راح البعد شويه زياده يمين شويه يسار فوق او تحت ما حياخذ بس مو اي احد تراد يتقن هذا طبعا طبعا عشان كذا بقول لك في محترفين في هذا المجال طبعا. الرموش متعوب عليها جدا. انا اوكي المفاجاه الان صراحه انا راح اعرض لك اياها الان نشوف كيف اذا كان ممكن تعطيني شوف الامبريشن الفرق يلا شوف الامبريشن ستريت فيس الوجه الباسم المبتسم الثابت. لا لا حقيقي يعني هذه انا لا لازم يشوفوها. لا حقيقي انت شايفينها يا جماعه انا ابغى احط كذا جنب بعض عشان يشوفوا الفرق. ترى يجي لك يوم يجي لك يوم ان شاء الله والله هنا صدمت. بس اقول لك حاجه مازن انا اول مره اضحك على كاريكاتير فعلا يكون مضحك. ليش مضحك؟ لانك انت اديت ملامح نظرة العين الثابتة فعليا لمي عندها نظرة العين الثابتة هذه اللي هي ما توضح لك انا ايش يعني زي البوكر فيس والابتسامة الثابتة هذه تعتبر في الرسمة هنا صفرة لكن في الحقيقة لا 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 انا بخبص لا لن اسمح لك لا تمس جمالي يعني بس والله جميل اشكرك حقيقي مازن على هذه الرسمة الجميلة يعني من قلبك؟ حلو انه نشوف اشكالنا بكذا شكل مختلف صح عارف هذا اهم شيء جدا جميل ونتمنى لك كل التوفيق ويعطيك العافيه حقيقي شرفنا بوجودك معنا اليوم في استديو خلص الوقت خلص الوقت اوكي طيب يعطيك العافيه مازن وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم طبعا لكن لسه بكره حيكون عندنا باذن الله كثير من الامور الثانيه على الكرين لمية وحنقابلكم ان شاء الله بفقرات وضيوف وايضا الكثير من الأخبار اللي نشوفها غريبة ما نعرف ممكن نغير كثير من وجهات حياتنا بعد ما نشوف المبالغ الطائلة اللي بتنصرف على بعض
الوظائف الثانيه ممكن تغير وظيفتك لو لقيتي مبالغ زي كذا؟ لا طبعا، لانه ما يهمني الفلوس في النهايه، تهمني الوظيفه اللي بشتغلها. ما اختلفنا لما بس لازم الواحد يشد على نفسه بالماده. لا ابدا ابدا، طالما انك بتسوي الشيء اللي انت تحبه بالنهايه ما تفكر بالفلوس. هذا موضوع ثاني. ايوه صح. ابدا هذا موضوع. فمشاهدينا اتمنى تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معنا اليوم، راح نلقاكم بكره في نفس الوقت من الساعه 4 للساعه 5 على شاشه روتانا خليجيه. بكذا اقول لكم فمان الله معكم، انا لمياء غالب وانا معكم طلعت سندي. كونوا بخير، فمان الله، مع السلامه.